السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بألف خير. رمضان مبارك سعيد، الله يدخلوا عليكم الصحة والسلامة وراحة البال والهنا. اليوم غادي نشارك معكم البريوات باللوز بلاباط فيلو. كيما تتبان ليكم كتجي مقرمشة وكتجي زوينة. بسم الله، عدي 500 غرام ديال اللوز. من بعد ما سلقتها وغسلتها وخليتها تنشف ليلة كاملة باش نشف مزيان معانا، عاد فندخلتها الفران باش يتحمر شويه وخرجتها وطحنتها. كتولي بودغ، طحنتها بحال هذا الشكل، بودغ بحال هكا ماشي معجنه، ها شويه بحال هكا. عدي معلقه صغيره ديال القرفه، معلقه صغيره ديال القرفه، نص كاس ديال الماء زهر، نص كاس ديال الماء زهر، كاس ديال العنبه، دائما بالكاس ديال العنبه، كاس ديال السكر حبيبات، ثلاثة المعالق ديال الزبده مذابه كراميزي بحال هكا حتى كتحيد منها الماء ديالها. كنخدموا بالمسكه الحره، ثلاث حبيبات ديال المسكه الحره. بسم الله توكلت على الله. عاد نشد ميكسور هكذا باش نطحن. انا طحنته ولكن دابا راني عاد نخلط مع شويه سكر والمسكه الحره ونخلطهم ثاني، نطحنهم في الميكسور. بسم الله توكلت على الله. عاد نوضعوا الكميه ماشي كلها، غنوضع غير الكميه منها، نخلط مع هذاك السكر حبيبات باش يطحن ليا معاه. ندير معاه، بسم الله، ندير معاه معلقه ديال القرفه، معلقه صغيره ديال القرفه واخا ديروها بالزيت ماشي مشكل، كتجي بنه زوينه. اللي كيبغي يزيد راه يزيد منها باش تجي البنه زوينه. ندير السكر حبيبات الكاس، ثلاثه الحبيبات بالضبط، ثلاثه الحبيبات ديال المسكه الحره. ها هي المسكه الحره دات منها ثلاثه الحبيبات، وعاد نطحنهم، عاد نطحنهم. بسم الله، كما تيبان لكم بحال هكا، كما تيبان لكم هو يتخلط السكر مع هذوك المسكة الحرة واللوز والقرفة. وعاد نخلط الكل. نحطه هنا، نخلط الكل. بسم الله، نزيد عليه هاد اللوز اللي كان باقي ليا، نضيفو عليهم. والبنات من بعد ما ضفت هذاك اللوز اللي طحنت واللوز اللي كان باقي، البنات عرفتوا علاش ما خلطتش كلشي، ما طحنتش كلشي؟ بان غير هذيك الكميه القليله اللي طحنتها مع المسكه الحره مع السكر والقرفه غير باش يتخلط ليا، باش ينسجم السكر ويطحن ليا معاه. ومن بعد راه كلشي عاد يتخلط كما تيبان لكم، راه كلشي عاد يتخلط بحال هكا. وعاد نزيدو ثلاثه معالق كبار ديال الزبده. بسم الله، المزهر ها هويا، نص كاس ديال المزهر، الا كان محتاج مازال عاد خاصنا العقده ديالنا تجي متماسكه. عاد نخدم بيديا من الاحسن، ما كاينش من الخدمه ديال اليدين هي، باش عاد نخلطوها مزيان.
كما تتبان لكم مول البنات تتماسك بحال هكا من بعد ما تلقتها مزيان. ها هي هي كتبان لكم بحال هكا متماسكه. شوفوا كي جات العقده هي هذه. عاد نديرو الكويرات ديالها بحال هكا. ها هي كما تتبان لكم كل واحد يدير الحشب الكويره اللي باغي يدير شحال من غرام باغي يدير فيها. انا كندير عينك ميزانك بحال هكا وعاد تابعوا معايا. انا عاد نكمل الكويرات كاملين عاد نديرهم نكملهم كاملين ونحطهم على جنب عاد فنوريكم لاباط فيتي فاش نقطعها. من بعد البنات ما كورنا كلهم هي العقده ديالنا كما تتبان لكم هي هذه. هاد الكويرات كل واحد يدير على حسب الحجم اللي باغي يدير البريوه ديالو. هي هذه العقده ديالنا وشديت الاشرطه ديال الفيلو. البنات بالنسبه للفيلو راه احسن ماركه هي اللي كاينه في كارفور تتكون هاد الماركه مزيانه بزاف. ها هي الاشرطه درتها بهذا الحجم قطعتها بحال هكا بالمقص. وعاد ناخذ كل شريط ندهنه بالزبده. تابعوا معايا كيفاش عاد ندير. عاد ندهنوا البنات بحال هكا بالزبده. شد كل شريط بوحدو دهنوا بالزبده. ناخذ كره بسم الله نحطها هنا. هي البنات من بعد ما دهنا الشريط ديالنا كنتنوا هذا الشكل كنجيبوها لهاد الجهه كنتمو غاديين بحال هكا تمو غاديين بحال هكا وكنشدو بصبعنا بحال هكا كنكملوها بحال هكا كما تيبان ليكم. هذا عاد نخشيوه بحال هكا. هي كما تتبان ليكم جات بريوه غزاله ما شاء الله. نحطوها ناخذوا شريط اخر ناخذوا هذا الشريط عاد ندهنوا حتى هو بالزبده. عاد نبدا معكم الثانيه بحال هكا بحال هكا تمو غاديين دوروها بحال هكا. وحنا كنخدمو حتى بصبعنا كنساعدو. بالنسبه للبنات اللي تيكونوا الله في مبتدئات باش يتعلموا تساعدي بصبعك تحطي هنا وتمشي تمشي ثاني هكا. وهذه اللي بقات ها هي كما نوضح لكم مزيان عاد نخشيها بحال هكا. ها هي صافي نحتاجو لا دقيق لا والو ما شاء الله تجي غزاله هاد الفيلو. هاد الفيلو زوينه بزاف. ناخذ الثالثه حتى هي ندهنوها. انا غادا معكم الشرح البطيء بشويه بشويه بالنسبه للبنات باش كلشي اللي باغي يدير البريوات يديرهم. ها هي البنات كما تيبان لكم انا حطيت هاد الكره ديالي. ها هي المره الثالثه نكمل معاكم بحال هكا بحال هكا ثم غادا من هنا. هاهي تنقادا نعاون بصبعي باش تجيني مقادة البريوة ديالتي تجيني مقادة. هي هاديك وهذا اللي بقى كما تيبان ليكم مع الفيلو تيكون رقيقة ما شاء الله في ساعة تقطع. ولكن راه كتجي غزاله في البريوه ديالها كما هكذا تيبان لكم. ها هي كتجي غزاله كتجي غزاله ما شاء الله كما تيبان لكم. البنات انا حطيتها في طاوه باش ندير في الفران. هي هذه الله كي بديت بقاو معايا نكمل نكمل كلشي وندخل الفران ان شاء الله. كما تيبان لكم البنات من بعد ما كملت هاد الطاوه ديالي باقي لي مازال عاد ندخل الفران. هذا كيطيب فيلو كيطيب في برقه ديال الفيلو كطيب في الفران. شي راه مدهونه بالزبده كما تتبان لكم وعاد ندخلها الفران ومن بعد عاد نديرها في العسل عاد تشوف النتيجه الاخيره. من بعد البنات ما طيبته كما تيبان لكم ها هو درته في العسل
هو العسل. العسل المنزلي راه كيجي رائع، من عاود شي كمره جا ناجح 100%. درت بيه كاع المعسلات ديالي، ومن بعد خليته نخليه واحد شويه يشرب ليا العسل، وعاد نديرو في اللوز فيلي. خديت اللوز فيلي كما سيبان لكم، وعاد نشكلو نديرو في اناء تقديم ان شاء الله. راه كيجي غزال البنات. نتمنى يعجبكم الفيديو ديالي، لايك لايك، ابوني، بارطاجي، دوق الجرس باش يوصلكم الجديد باذن الله. من بعد البنات كما سيبان لكم ها هو في التقديم، جا رائع رائع. ما نعاودش لكم البريوات، اما ديرهم بالسمسم كما درت في هادو، اما ديرهم بحال هكا باللوز فيلي، كيجي رائع. وشرب العسل ما شاء الله، جغزال ما شاء الله جغزال كما تبان لكم. شوفي لي باغي كريكون كما تبان لكم، ها هو ما شاء الله وعامر، والعقده جات غزاله ما نعاودش لكم. وتقرميشه اللي كفتش على البنه وتقرميشه يلقاها في هاد البريوات، ما شاء الله غزالين غزالين. ها هما كما تبان لكم غزالين. بنتي راه خدات النص باش تاكلوا، عجبها بزاف، دقتو هي الاولى عجبها بزاف. وانا نشارك معكم رجا غزال. وشوفوا شوفوا الحشوه ديالتو ما شاء الله عامره وغزاله وبنينه. غتنشارك معكم، عارفكم تبارك الله، راه كلكم تبارك الله حادقين ما شاء الله، والخير في داركم كلكم ستعرفوا البريوات. وبغيت نشارك معكم البريوات اللي درت اليوم بالفيلي بالفيلو عفوا بات فيلو، جات غزاله غزاله ما نعاودش لكم، وصحيه في الفران طيبه ما شاء الله. ما تنساوش البنات لايك لايك لايك، ابوني عاودت لكم مازال، وبارطاجي دق على الجرس باش يوصلك الجديد باذن الله. مع السلامه، رمضان مبارك كريم.